بعد ذلك عقد حضرة صاحب الجلالة جلسة مباحثات رسمية مع فخامة الرئيس الإسرائيلي بحضور صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. بسم الله الرحمن الرحيم. فخامة الرئيس، الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم فخامة الرئيس والوفد المرافق في زيارتكم لمملكة البحرين، ونحن على ثقة بأن هذه الزيارة لها دور هام في توطيد العلاقات بين بلدينا ودعم تطلعاتنا المشتركة على صعيد ترسيخ السلام والتنمية المستدامة في المنطقة والعالم، وتمثل فرصة لتعرفكم عن قرب على جمال التنوع الديني والثقافي في بلادنا وروح الود والتسامح والتعايش السلمي بين أبناء مجتمعنا الكرام من جميع الأديان والأعراق، تأكيداً لإيماننا بقيم السلام والأخاء والتعاون بين البشر. ونثمن بكل التقدير التطورات التي شهدتها العلاقات بين بلدينا منذ توقيع اتفاق المبادئ الإبراهيمية وإعلان تأييد السلام، مما يفتح آفاقاً أرحب أمام نشر ثقافة السلام وتعزيز الأمن والاستقرار والسلم في منطقة الشرق الأوسط والعالم. فخامة الرئيس، أن مملكة البحرين لديها إيمان راسخ بأن الحوار والنهج السلمي والحضاري ضرورة حتمية لتسوية الصراعات والنزاعات الإقليمية والدولية وضمان حقوق البشرية في الأمن والنماء والازدهار، مؤكدين موقفنا الثابت والداعم لتحقيق السلام العادل والشامل والمستدام الذي يضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، والذي سيؤدي إلى الاستقرار والنماء والازدهار للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي وجميع شعوب المنطقة. مرة أخرى نرحب بكم فخامة الرئيس والوفد المرافق، متطلعين إلى نتائج مثمرة تسهم في توطيد العلاقات والتعاون المشترك بين بلدينا، متمنين لكم إقامة سعيدة. شكرا فخامة الرئيس. شكرا جلالة الملك. صديقي جلالة الملك، أشكرك على استفسادي
في المملكة البحرين المعكرة كأول رئيس دولة إسرائيل يزور مملكة البحرين. Your Majesty, this is a great moment and I'm extremely honored to be here in the Kingdom of Bahrain. You're at the forefront of making history in the region where Jew and Muslim can dwell together as sons of Abraham and move forward in peace. It's a long process, but we can dream of it and we can see how nations join the path of peace. And the Kingdom of Bahrain is really one of the pioneers in this process, joining other nations who are together, pursuing peace together. For the benefit and well-being of our peoples and for the benefit and well-being of the nations in the region and the world at large. Your Majesty, I've come here with a distinguished delegation of people who lead the business sector in Israel, who are eager to connect and do business with the people of Bahrain, but they also epitomize a certain message of goodwill and friendship from the people of Israel to the people of Bahrain. So thank you tremendously for your hospitality, for your leadership, for your friendship. We truly appreciate it, and I'm sure that this visit will upgrade our relationship dramatically for the benefit of our peoples. Thank you very much. Thank you. Shukran jazilan. Thank you very much. وبحث جلالته وفخامة العلاقات الثنائية بين البلدين والدفع بمسار التعاون المشترك إلى آفاق أوسع وأشمل بما يخدم المصالح المتبادلة ويعزز الجهود المشتركة لتحقيق الأمن والاستقرار والازدهار لدول وشعوب المنطقة. كما تركزت المباحثات على سبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والعلمية والتقنية، وكذلك في مجالات الصحة والتعليم والشباب والسياحة والثقافة، وتدارس سبل تشجيع التواصل بين القطاع الخاص وتبادل الزيارات والوفود الرسمية، لما من شأنه زيادة حجم التبادل التجاري بين الجانبين بما يعود بالخير والنفع على البلدين. وأكد الجانبان على أهمية مواصلة العمل على تفعيل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين في المجالات الحيوية ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز دور اللجان الاقتصادية المشتركة في الارتقاء بالتعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين لما من شأنه خدمة المصالح المشتركة. وأكد جلالة الملك المعظم وفخامة الرئيس الإسرائيلي على أن اتفاق المبادئ الإبراهيمية وإعلان تأييد السلام بين البلدين يجسدان عزم البلدين على تعزيز قيم السلام والتعايش والإخاء وترسيخ التسامح والتعايش بين الأديان والمعتقدات والعمل المشترك على بناء علاقات تعاون بناء ومثمر يؤدي إلى تحقيق الخير والنماء والاستقرار والازدهار لما فيه خير وصالح شعوب المنطقة. وبحث الجانبان مستجدات الأوضاع في المنطقة والتحديات الإقليمية والدولية الراهنة، وأكدا على ضرورة مواصلة بذل المزيد من الجهود لمواجهة التحديات الإقليمية والعمل على حماية أمن المنطقة واستقرارها وتعزيز جهود إحلال السلام الدائم والتعايش المبني على الثقة والاحترام المتبادل ومكافحة الإرهاب والتطرف والعنف لما فيه خير شعوب المنطقة والعالم. ومن جانبه أعرب الرئيس الإسرائيلي عن شكره لجلالة الملك المعظم على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة وعن تقديره لجهود جلالته لترسيخ قيم السلام والتسامح والتعايش بين الأديان والمعتقدات وتكريس حوار الحضارات والثقافات، مشيدا بزيارة قداسة البابا فرانسيس بابا الفاتيكان لمملكة البحرين وما دلت عليه من مكانة رفيعة للمملكة على الصعيد العالمي. هذا وقد أقام حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه مأدبة غداء تكريما لفخامة الرئيس الإسرائيلي والوفد المرافق. وقد تشكلت بعثة الشرف برئاسة سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية.